أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات في قسم الرابع، أهلاً وسهلاً بكم، أحييكم من هذا القسم وأقدم لكم درساً في الرياضيات باللغة العربية. عنوان درسنا اليوم هو مساحة المربع والمستطيل. مساحة المربع والمستطيل، كما تعلمون أو كما قد سبق أن درستموه في الدروس السابقة، تعريف ديال المربع أو المستطيل. المربع والمستطيل شكلان هندسيان لهما أضلاع، ولذلك نقول في الرياضيات المربع مضلع رباعي، بمعنى آخر له أربع أضلاع. المربع هو مضلع رباعي، ب ب ب ب. المستطيل هو كذلك مضلع رباعي، له كذلك أربع أضلاع. وكما تلاحظون فإن هذين الشكلين الهندسيين لا يتشابهان، ولكن عندهم كل واحد عنده الخاصيات ديالو لي كاركتيرستيك، بمعنى اخر الاشياء التي يمتاز بها على الاخر. وهناك اشياء لهما يعني خاصيات مشتركه. كما تعلمون ان المربع مضلع رباعي كما قلت كل اضلاعه متقايسه، بمعنى نفس القياس. هذا الضلع متقايس مع هذا الضلع، متقايس بمعنى له نفس القياس ماشي تكاثر، نفس القياس متقايس. كل اضلاع هذا المربع الذي سميناه ا، كل اضلاعه متقايسه لها نفس القياس. نلاحظ هل هذه الخاصيه تنطبق على المستطيل؟ كما تلاحظون هل أضلاع المستطيل متقايسة لها نفس القياس؟ طبعا لا. نقول أن كل ضلعين متقابلين، هذا الضلع يتقابل مع هذا الضلع، هذا الضلع يتقابل مع هذا الضلع، كل ضلعين متقابلين متقايسان. هذا الضلع له نفس القياس ديال هذا، وهذا الضلع له نفس القياس ديال هذا. المستطيل معروف ببعدين، الطول والعرض، الطول والعرض، بينما المربع ليس له طول وليس له عرض، كل اضلاعه متقايسة. إذن هذا الشكل الهندسي الذي سميناه ب هو مستطيل، الشكل أ هو مربع. ما ترونه هنا سي بمعنى كوتي، ضلع باللغه العربيه. ما ترونه هنا ال ماجيسكيوس الذي هي لا لونغور، الطول. ال ميسكيوس لا لارجور، العرض. ال سنحتاج لهذه الحروف بالنسبه للمساحه كما قلت. قبل إعطائكم القاعدة الخاصة بمساحة، بحساب مساحة المربع والمستطيل، نأخذ كوحدة للقياس هذه التربيعة التي ترونها داخل المربع. هذه التربيعة موجودة على السطور، قياس هذه التربيعة هو سنتيمتر واحد سنتيمتر مربع، واحد سنتيمتر مربع. حينما نتكلم عن المساحة ديال أي شكل هندسي نقول متر مربع، سنتيمتر مربع، مليمتر مربع، مربع. زين، إذا لنأخذ هذه الوحدة كقياس، سنحسب التربيعات التي داخل المساحة. ها هي المساحة، هي هذه التي أشير إليها بيدي. المساحة هي حيز فضائي محدود بأضلاع،
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 تربية وكل تربية قياسها 1 سنتيمتر مربع 36 سنتيمتر مربع. نقول في الرياضيات S la surface, la lettre S هي la surface, المساحة تساوي C في C. احنا حسبنا تربيعات داخل المربع ولكن كان هناك عمليات ضرب. احسب تربيعات هذا القطع وهذا القطع 1 2 3 4 5 6 إذن 6 في 6 الضرب في الضرب 6 في 6 هذا يعطيني نصف الشلال 36 سنتيمتر مربع. نقوم بنفس العملية بالنسبة للمستطيل ب نحسب بنفس الوحدة نحسب التربيعات التي داخل هذا الشكل الهندسي. هذه هي المساحة. المساحة هي حيز فضائي محدود بماذا؟ بالضلع. إذا لكي لا أطيل عليكم أعطيكم مباشرة قاعدة حساب مساحة المستطيل S كما قلت surface المساحة تساوي الطول في العمل الطول في العمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 في العمل 1 2 3 4 في 4 الطول في العمل تساوي 40 سنتيمتر مربع 40 سنتيمتر مربع. وعيد مساحة المربع C في C بمعنى كوتي فوا كوتي أو ضلع في ضلع. مساحة المستطيل L ماجسكيل في L ماجسكيل بمعنى الطول في العرض ودائما في السنتيمتر مربع. قبل أن أترككم أحبائي تلامذتي في القسم الرابع المرجو إنجاز التمارين كلها كلها سهلة نطبق قاعدة ونحسب التربيعات راح أعطيكم من أعطيكم لسنتين الوحدة وكتابة فقرة مثبت معلوماتي على الدفاتر. شكرا وإلى اللقاء.